بس اللي عالم الرجاله انتوا غاليين عندي قد ايه. عشان كده انا جمعتكم النهارده برابطه المعلم عشان اقول لكم ان انا على عتبه نقله جديده في حياتي. انا خلاص خدت ورث هاله اختي الله يرحمها. صحيح المجلس الحزبي هو الواصي على ابن اختي في فلوس ابو امه لغايه دلوقتي، بس ان شاء الله لما يبقى تحت وصايتي. اهدى يا سنجه، هتولع فينا ولا ايه؟ مش عايز نترص يا معلم. ان شاء الله لما الواد يبقى تحت وصايتي هنعمل كل اللي احنا عايزينه وبراحه راحتنا، وكل اللي عايزه منكم حاجه واحده بس، وقفتكم معايا، وقفه الرجاله اللي انا متعودها منكم. ها قلتوا ايه؟ الله، انت عايز اقول يا سيد المعلمين؟ ده انت تؤمر يا معلم عوني. طبعا انا مش عايزك تقلق يا معلمه بالنسبه للطمانينه، يعني انت غالي والطلب رخيص، بس هو يعني لا مؤاخذه في استفسار بالنسبه يعني لمصلحتنا في السبوبه وكده. الله، رياضه مر، مصلحه ايه يا خايب انت؟ مصلحه واحده طول ما فيها فايده لسيد المعلمين. اصيل يا سنجة طول عمرك اصيل، اما انت مر اسمع لمسمى. اوكي انت يا مرحبا، ايه انت فرحك النهارده؟ اسكت بصراحه يا ناقم، الواد محتاج ايده تتلف في حديد في حرير. ايه مالك؟ في السجارتين عاملينك ولا ايه يا طروق؟ اظن كده مش ناقصك اي حاجه. خلاص بيتهيألك انا ناقصني اهم حاجه النهارده. ايه يا عم في ايه؟ متكئبها علينا ليه كده؟ ابو العروسه وافق ودخلتك النهارده والحمام على السفره في البيت، ناقص ايه تاني؟ كان نفسي امي وابويا واخواتي كل اللي بحبهم كان نفسي يبقوا معايا النهارده، بس هعمل ايه بقى؟ ما بيدي حيله. يا عم بس ما تقلقش، بس قول يا باسط هتلاقيها هاصت. فك يا طروقه. ايوه كده، فك بقى وروشها لنا ليلتك يا نيك. تعرف يا دي انت هو برغم ان انتوا اخر اتنين عرفتهم في حياتي الا انكم اعز اتنين الى قلبي وبحبكم قوي. ايه اللي احنا عارفينه دي؟ ما تقوم شغلنا حاجه بقى يا لود. ثانيه واحده، ايه القميص الخزر ده؟ ما تستحمى بقى بيه، ما تستحمى يا اخي. وديني جبت لك نصيبك يا ستي، وبقت كل الاسهم في ايديكي دلوقتي، وبقيت انت المسيطره على كل حاجه. وبكده بقى انا نفذت وعدي، بس على الله تبقي مبسوطه. مبسوطه؟ ده نهان عليا اقوم ارقص من الفرحه. بجد ميرسي يا فايق، مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. فعلا ليك كلمة، لما بتقعد بحاجة تنفذها. طلعت قدها وقدود، حتى كلامك في موضوع اهلي طلع صح، ابتدوا يجوا واحد ورا التاني. بجد الفلوس والباور دول حاجة رهيبة ما تتعوضش. بمناسبة الباور، تعرف انا جبتك هنا ليه؟ ده اهم مكان بيقعد فيه اكبر واشهر رجال الاعمال في البلد. كل الديلز والعلاقات والشغل المهم اللي بيأثر في البلد وبمستقبلها بيحصل هنا في المكان ده. شايفه دول؟ دول اهم ناس في البلد، كلهم فوق فوق قوي. انت بقى مكانك هنا بينهم. والله ما بقيت عارفه اقول لك ايه على كل اللي بتعمله عشان انا بقيت حاسه انك مكرس حياتك ليه. دايما بتفكر فيا، دايما عايز تشوفني احسن، دايما في ظهري. اقول لك على حاجه، انا بقيت ساعات اقعد افكر كده واقول عليك بايه من ده؟ اكيد ده عيب عليك. يعني عيب عليا؟ دي كلمه برضو تقوليها؟ دي وصيه قاصد بيه باباكي، ما هو موصيني عليك. الله يرحمه لسه فاكر كلمته وهو بيقول لي خد بالك منها وما تسيبهاش يا فايد. وانا بحاول اعمل كده مش اكتر. اتفضل. انت مش كنت ناوية ترقصي؟ ايوه لا انا كنت بهزر. بس انا ما بهزرش. بجد؟ يلا.
الله. لحظة حلوة، أنا آسف إذا كنت جيت في وقت مش مناسب، آسف آسف بجد. إيه سيلا سبتي حضنه ليه؟ ما تخليكي في حضنه. الله ده فايق مننا وعلينا، فايق مننا وعلينا، مالك فيه إيه؟ بصوا ده شغال عندنا. ما تمشوا. شغال عندنا، مالك فيك إيه؟ ولا أنت توترتي عشان خاطر جوزه؟ ها؟ اتوترتي؟ بس يا أدهم. يلا حبيبتي بقى عشان خاطر إحنا اتأخرنا والدنيا بردت عليكي وكده الكتف هيستهوى. وطي صوتك وبطل جنان. أنت مش ألماظ، أنت فلسو. أدهم. ومصيرك الزبالة. أدهم. أنا متأسف يا أدهم. سوري. يلا. حاضر. سوري يا فايق. يلا. سوري. اتجننت في مخك؟ انت ما شفتش انت زقته ازاي؟ ولا النظر اللي كانت في عينيك؟ ده انا حسيت ان شويه شويه هتنزل علينا اغنيه لا تكذبي واحنا واقفين، على ايه ده كله يعني؟ يا وسيله انا ما شكتش فيك اللحظه، وبعدين كل ما في الموضوع انا بحبك وبغير عليك، وما اظنش ان غيرتي ديت يعني تضايقك. قلت لك مليون مره ان كلها خروجات شغل في شغل وبس. الله شغل ايه يا ام شغل اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ اللي فيه عشا وشموع وراس سلو، الله بتقولي كلام يتعين. هقول ايه؟ ما هو اللي كان طول عمره صايع زي سعادتك بياخد كل حاجه عاديه بتفكير قذر، مع ان لو فكرت فيه هتلاقي ان من العادي جدا في مكان زي ده ان اي حد يعرض على اي حد يرقص معاه. ارتقي بقى يا بني ادم، احنا داخلين على المجتمع الراقي. يا ست ملعون ابو المجتمع الراقي اللي انت بتتكلمي عليه ده، وبعدين الصايع اللي انت بتتكلمي عليه ده بيبقى جوزك. الله. سيلا حبيبتي انا اسف اذا كنت انفعلت عليكي انفعال كبير قدام الناس، بس انت برضو السبب، عشان انت لو كنت سمحتي ان انا اخرج معاكم من الاول واشوفكم في وضع زي ده، يعني دماغي ما كانتش هتودي وتجيب. وعايز اقول لك كمان ان انا بثق فيكي ثقه عمياء، ثقه ملهاش حدود، ده مفيش منه كلام. بس بالنسبه لفايق فده راجل حقير، ومن رايي ان هو عمل اللي عليه وزياده كده. الف شكر على كده، يمشي بقى ما نخسرش بعض عشان واحد شغال عندنا. بقولك يا أدهم، أنا فايق ده من غيره في شغلي ألوص، مش هستغنى عنه لأي سبب مهما كان. أوهامك بقى ومشاكلك النفسية عيش فيها مع نفسك، مع نفسك خالص. احكي لي بقى يا أحمد، الدرس كان عامل إزاي؟ كويس. والطلبة؟ الطلبة كان شكلها ايه ها؟ هيكون شكلهم ايه يعني يا سهى؟ زي اي طلبة عاديين. لا مش قصدي يعني البنات كده كانوا امامير يعني وبيلبسوا ضيق ولا بيلبسوا واسع، بيحطوا مكياج كتير؟ اوعى تكون واحدة فيهم عينيها زايغة. خليش دماغك تروح لبعيد يا سهى، دول اولاد ناس ومحترمين، وعلاقتي بيهم ما بتتعداش علاقة معيد بالطلبة بتوعه. اصل انا بصراحة يا احمد بغير عليك قوي، واوعى حد يخطفك مني، مش عارفة مصيرها هتكون عامل ازاي. لا يا ستي من ناحية دي اطمني. مالك يا احمد في ايه؟ شكلك مش مبسوط. بصراحة مش مرتاح لموضوع الدروس ده، حاسس كأني بعمل حاجة غصب عني. بس هعمل ايه بقى؟ مضطر اعمل كده عشان نعرف نتجوز. عموما انا استلمت ورثي خلاص من بابا الله يرحمه، يعني مشاكلنا كلها المادية اتحلت وممكن نتجوز من بكرة. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عايزاني اتجوز بفلوسك؟ وانا مش مالي عينك ولا ايه؟ لا يا احمد انا ما اقصدش، يعني انا اقصد ان انا وانت واحد وفلوسي هي فلوسك. لا يا ست فلوسك مش هي فلوسي، يكون في علمك انا مش هنتجوز غير لما اقف على رجلي، وكلام تاني في الموضوع ده انا مش عايز. خلاص يا احمد براحتك، ممكن نغير الموضوع بقى؟ يكون احسن برضه. ايه رايك يا رويده بقى في الاشكال الجديده دي؟ الله يا سمر، الالوان التحفه دي، الشنط دي باين عليها تتباع هوا. بتتكلمي بجد؟ طبعا يا بنتي. اه يا دودو. وسيله اهلا يا حبيبتي. ده ايه الصدفه الحلوه دي؟ سمر عندي. سمر وسيله. ازيك يا سمور، عامله ايه؟ ايه هو انتوا بقالكوا فتره ما شفتوش بعض ولا ايه؟ حاجه زي كده يعني.
انا عن نفسي حاولت كتير يبقى في اتصال بيننا، بس هي اللي رافضه. جرائيه وسيله، احنا هنتكلم في خصوصياتنا قدام الناس الغرب ولا ايه؟ يا سلام، هو يا رويده غريبه دي، انت متنا من زمان. وبعدين يا روحي ما يخافش من الكلام الا اللي على راسه بطحه، وانا الحمد لله مفيش على راسي اي حاجه تعبني. جرائيه يا جماعه، انتوا شكلكم متخانقين مع بعض خناقه كبيره. والله يا دودو انا ما بشيل من حد، لكن الدور والباقي بقى على اللي بيحقد على غيره وبيحسده على النعمه اللي هو فيها. طب هستأذن انا اشوف الزبائن واجيلكم. انت عارفه كويس قوي اني رافضه النعمه اللي انت بتتكلمي عليها عشان جايه من طريق مشكوك فيه. طريق مشكوك فيه؟ كرري كمان الكلام التقليدي اللي ملوش معنى، مفيش فايده، هتفضلي طول عمرك حافظه مش فاهمه. مش فاهمه ايه يا ست وسيله؟ مش فاهمه ان ده رايك لوحدك، لكن الحقيقه غير كده خالص. بس عارفه ايه الغريبه كمان؟ الغريبه ان في عز ما انت رافضه النعمه اللي بتتكلمي عنها دي، تبعتي لي جوزك ياخد مني فلوس. مجاهد ياخد منك فلوس؟ 50,000 جنيه سموره وحياتك اديتهم له بدل الفلوس اللي اختلسها، خفت لا يتسجن وتتشردي انت واولادك، تبقى دي جزاتي. بطلي كدب بقى، لا يمكن مجاهد يعمل حاجه زي كده. اهو عمل يا اختي، واديتهم له وكتبته شيك بيهم كمان، لو مش صدقاني روح سليم. النعمه اللي انت رافضاها دي انقذتك انت وعيالك كلهم من الشارع، وبرضه انا مش زعلانه ولا كاتمه في قلبي وبغل زيك كده، ولسه مستنياكي عشان نرجع اخوات زي زمان. ماشي، اهدي بقى كده شويه، اهدي. ها يا دودو، جهزتي الفساتين اللي كنت طالباها منك؟ جاهزين يا حبيبتي من بدري. حسابهم كام؟ 15,000 جنيه بس. خدي يا رب. يا سلام يا وسيله، ده انت من احسن الزباين عندي. ده العادي بتاعي يا دودو والله، بس يمكن يا اختي عشان نفسيتي صافيه كده وما بشيلش من حد. ها ها يا دودو، يلا عشان صوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله يا اخي مجاهد، اهلا وسهلا. جبت لحضرتك انا الفلوس ال 50,000 جنيه بتوع التجاره بتاعت الصين. ايوه ايوه، اهلا وسهلا، اتفضل. ايه يا اخي مجاهد، ما تخافش، الدار امان. هيوحشونا قوي يا فندم والله. الله يخليك الله يخليك. ويا سيدي جزاك الله كل خير. عنا وعنكم يا فندم، حضرتك مش هتعدهم؟ ايه يا اخي مجاهد، ده انت مصدر ثقه لنا جميعا. لا انا ما بثقش في ابويا بقى. نعم؟ يعني مفيش اي ضمان كده، بس عشان ال 50,000 جنيه دول عشان ابقى مطمئن بس مش اكتر. طبعا في وصل، اتفضل. وادي يا سيدي الوصله. شكرا يا فندم، ربنا يكرمك. ربنا يخليك. تعوز مني حاجه يا فندم؟ لا الفلوس يا اخ. الفلوس. حضرتك عايز الفلوس؟ طبعا. طب ما تاخد الوصل. انا مش عايزك يا اخ مجاهد تقلق من حاجه خالص. الست ام ربيع اللي بتجيب لنا البضاعه دي ست فاضله، وانا اضمنها برقبتي. هو لسه في مرابيع؟ لا انا كده الفار يلعب في عبي بقى. النهارده هناخد قرارات كتير قوي للمجموعه، اعتقد انها مهمه قوي وهتغيرها تماما. احنا عندنا مشكله كبيره قوي في مصر، طبعا كلنا عارفينها، البطاله. مش معقول مجموعه كبيره زي مجموعتنا ما تشاركش في حلها. وبناء عليه انا قررت من النهارده هيبقى كل المصنع وكل المجموعه عمالهم مصريين بس، ولا واحد اجنبي. ولاد بلدنا اولى بفرص العمل ولا ايه؟ اتنين. من النهارده هنعمل ابديتنج لكل المكن بتاع المصنع عشان نقدر نواكب السوق ونحافظ على التوكيل بتاعنا. تلاتة. عندي فكره كده عايزين نتناقش فيها، يعني انا بفكر اغير لوجو المجموعه خالص بقى. لا انت اكيد اتجننت. ايه ده ايه ده؟ ايه اسلوب الكلام ده؟ ما تنسيش ان انا ليا دلوقتي حق الاداره بحكم ان انا نسبتي بقت اكبر بعد ما اشتريت نسبه مامي. يعني دلوقتي I am the boss. اوكي boss، بس انت كده بتهدي المجموعه كلها. والله مالي وانا حره فيه، اللي مش عاجبه يا يبيع لي نصيبه ونفضها شراكه، يا اما يروح يشرب من البحر. This is unbelievable. She calls herself a freaking boss. You're screwing with my life. سيبها يكش تولع وهي ماشيه. المركنتك عرف مدام وسيله. ايه؟ انا كان عندي استفسار. اتفضل. بمناسبه يعني تغيير اللوجو بتاع المجموعه ده، انا شايف انه ممكن يخلينا نفقد جزء من تاريخنا التجاري، يعني كاننا هنبدا من اول وجديد. عموما يا جماعه متهيألي موضوع اللوجو ده ممكن نخليه اخر حاجه،
يعني ممكن يبقى اخر اولوياتنا، مش كده ولا ايه يا مدام وسيله؟ ايوه عادي، هو الموضوع مش فارق بالنسبه لي اصلا، كان مجرد اقتراح كده ممكن ناقشه في اي وقت يعني. في حد عنده اي ملاحظات قبل ما ننهي الميتنج؟ طيب اتفضلوا على مكاتبكم. انا متاسف جدا على اللي حصل امبارح. لا 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 خالص، ادهم كان اصلا متضايق من مشكله حصلت بينا الظهر، وما تخصكش خالص على فكره. وبعدين انت هتركز لادهم؟ ده ادهم مجنون، تركزش معايا. مشيت ليه؟ مشيت مشيت زعلانه. لو جون جون مصلب دماغه وكلامي مش واصل له، مش عارف اوصل له. انت ايه اللي خرجك وراها اصلا؟ ابدا، انا قلت يعني احنا شركة معاها وكده يعني. هي اللي شريكة معانا، واياك اشوفك بتكلمها مرة تانية. ماشي ماشي حضرتك ماشي. هيا دكتور احمد، كده تعدي من غير ما تقولي صباح الخير؟ صباح الخير دكتور. عندك مانع اعزمك على 2 ليمون في الكافيتيريا؟ من فضلك يعني ساكوكي، لازم تعرفي ان احنا في جامعة، مش معنى ان وافقت ان اديكي درس خصوصي انك تنسي ان انا استاذك وان انت طالبة عندي. سوري يا دكتور، ما كانش قصدي، بس بصراحة بقى حضرتك وحشتني قوي، واول لما شفتك ما قدرتش امسك نفسي فقلت اسلم عليك. الله يسلمك يعني ساكوكي. واوعدك المرة الجاية انا بقى هصالحك بطريقتي. صالحيني بطريقتك ازاي يعني؟ لا دي بقى مفاجأة. يلا باي باي.